هذا اكيد واحد من العمال عطاني عين يوم شافني طالع فوق انخله. حسبي الله عليهم. الحمد لله على سلامتك يا وليدي، فكك الله. ترى عادي اقدر اطلع فوق انخله برجل واحده. الله يهديك ويشفيك يا وليدي، تطلع بالسلامة ان شاء الله. الله ما يسلمك. هلا ابو خالد صقار، والله الحين ما حولي شيء لكن ابشر. حياك الله، يا هلا وسهلا. وش السالفه؟ هذا رفيجي ابو خالد راعي مقانيص، ويبي له صقار عنده مقناص عقب شهر بيعطيه راتب 10,000. تدور واحد وانا موجود. وانت افهم بصقاره. انا صقار. ابشر الله يشافيك ويطلعك ان شاء الله بالسلامه وارسلك له. كفو ومالك الا اللي يبيض وجهه. عز الله انك هيضت اليوم جيت لطاري السودان. اوه يا ذكرت لي مقناص ما انساه دبت حياتي. جينا طال عمركم في محل الطير يشبع منه، وجينا طالعكم في السيارات والطيور والوناسه. يوم طال عمرك دخلنا في هاك المحل لا الرجل يوم قدام وقف 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 ولا طير ينزل ولا سيارة تدخل، مقناص ما فيه. يا ولد لا تلعب في الطير. ولا مقناص ولا في غير، حنشد حنشد خميس. صار طال عمرك صادق. أخذت لي 5 دقائق، إلا التليفون يوم هجع علي. تر مرحبا. حد فيك الديرة؟ قلت له ماني فيك الديرة. هلا موجود؟ قلت ماني موجود. قال ولا الرجال شايفينك في السناب شات، قدام العلم وصلكم. عز الله اني فيك الديرة. خند بطل الرجال يوم افتحوا الديرة. قال وفد. نزل سياراتكم. وخلي طيورك معك واقنص وابد انبسطوا. عان عان حالخميس انشده انشده. صادق طال عمره صادق. اللي ما يعرف الصقر يا شيخ يا شيخ. ست الجناح ثمحاط يرقع على متن الهوى. سلام عليكم يا ابو خالد. عليكم السلام يا مرحبا. هلا انت من انت؟ انا عامر مرسول لك من ابو عبد الله. اجل انت الصقار اللي مبصين عليك. الله الله هو انا. اجل اقعد اقعد. ابشر بعزك. قم رحنا خلينا. الله يرفع شانك. كم صب الهواء؟ يا عامر صمت عمرك. انت تعرف الطيور؟ ايه اعرف، الحر والجير والوكري والشاهين. اصلا الوالده الله يطول بعمرها مربيتني بشبك صقور. دام الوالده هي اللي معلمتك. عز الله حينا خير. يا خميس صمت عمرك. انقز واعطني خطاف. ابشر. كفو. يا حليل حليلا. انت اللي سميته خطاف؟ لان هذا خاطف قلبي. احب ما يعلم فيها الا الله. انا احبه اكثر من حرمتي ومن ورعاني. لا ما هو بس حرمتي ورعاني، احبه اكثر من المجلس كله مهنيا. كفو معروف طال عمرك ولا يحب الطير الا من صاحة البيد من مقانيصه. هي عمرك تعرف ان البيد تصيح من مقانيصها. ابيك تنتبه للطير هذا، ابيك تنسى عمرك ولا تنساه. أبي حتى لو عينك غفت قلبك ما يغفى يكون معه مثل قلبي يوم انه ينبض إذا شفته. يا عين أبوي أنت. أبشر طال عمرك أهتم فيه أكثر من نفسي. يا جار كان قطعتني برقع الطير. أنقز. أنت منو داشين وين؟ أنا الصقار عامر. يا أخي من مسكتك للطير باين عليك إنك ماسك بغبغاء. وش دخلك؟ يا أخي شكلك مالك في الشغلة وجاي تترزق الله وأنا ما حخرب عليك. عشان كده ألبس لك قفاز عشان الطير ده ما يجرحك. بس تراك أشغلتني يا عامر. سم بكرة الشيخ بيطلع للمقناص. وش تبين أسوي؟ عشق الطير يعني؟ لازم نروح قبل الشيخ عشان نرتب المكان ونتولى من المقناص. أبشر. المهم وصق ريحوم في السماء ويشوف ذاك الحباري بين الأثل. وبالصدفة يجيك أرنب يمشي بجنبه وهو الصقر بس ما يحتار ما يدري يأخذ الأرنب ولا الحباري. واغمز له يعني اترك الحباري وخذ الأرنب وهو يفهمني في السماء. ويجيك طاير ويلقط الأرنب. أوف 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 غمز للطاير هو بالسماء كيف يشوفك؟ لا يا شيخ مش عرفك أنت في علوم المرجلة والصقور. الصقر يقنص النملة بجحرها. صحيح وهو صادق. كفو يا أبو شنب، هذول يا رجال اللي يفهمون في السقارة، أما أنت يبيلك دورة في السقارة. أنا أشهد إنك صقار يا شيخ. اسلم اسلم كمل سالفتك بس. أي سالفة؟ كرهتني بالسالفة وبالسقارة. يلا يا زقرت خلونا ننام ورانا شغل الصبح. تصبحون على خير.
خطاب. الطير واتري والحباري قليلة. والله البلشة خطاف بردان، أخاف يموت من البرد. وش السوات وش السوات وش السوات، والله ما تموت من البرد وعامر موجود. فلها فلها يا خطاف. بسم الله. عامر عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. وش فيه؟ الشيخ على الوصول. الشيخ على الوصول، الشيخ جاء، الشيخ راح، الشيخ تعشى، الشيخ تكى. ايش دخلني انا؟ اقول لكم غير ملابسك ولا تكثر كلام. خلاص راح راح. بوك البلشه.